الستات المليانة اللي بتتفرج علينا دلوقتي وعايزة تلبس من عند بهيج حسين، والستات الرفيعة اللي بتتفرج علينا وعايزة تلبس من عند أو من عند حد تاني أو من عند أي حد، تنصحهم في صيف 2017 الست المليانة تلبس إيه والست الرفيعة تلبس إيه؟ بصي، إحنا عندنا حاجة خلينا نتفق عليها، الطول هو الفرق مش الوزن. بجد؟ آه طبعا، يعني إحنا دايما بنشوف الطول وبنقسم الجسم الاناتومي بتاعته بطريقه معينه عشان نقدر نوصل ان احنا نخلي الست شكلها كوميلفو، سواء اللي هي اذا كانت طويله او قصيره. تمام؟ في بيبقى عندك بقى كونتراديكشنز، قصيره ومليانه او قصيره ورفيعه او طويله ومليانه او طويله ورفيعه او مقاسين في نفس الجسم. كل الكلام ده احنا بنعتمد عليه كان احنا بنتفرج على ماجيشن بيعمل خداع بصر. بمعنى ان مثلا لما يكون عندي حد مثلا عنده ارداف كبيره، ما ينفعش ان انا اخد له درابيهات بالعرض، بس ممكن اخد له درابيهات باي كروس، لان الكروس بتخلي عينك ما بتروحش من نقطه للنقطه، بتخلي عينك بتروح كده، فالموضوع بيختلف. ان انا لما اقسم الجسم يكون حد مثلا الجزع عنده قصير فوق، فما اعملوش حاجه في وسط فيبان قوي قصير من فوق وبعدين طويل قوي من تحت، فتحسي في ديستورشن في الصوره او في المقاس نفسه. فالمفروض ان انا اطوله الكورساج. يعني انت بتلعبي الموضوع بفكره اخدع العين ازاي. دي شطار، ده الديزاينر الشاطر. وعلى فكره مش شرط يكون ديزاينر شاطر، ده الخياط الشاطر، ده المقص دار الشاطر، ده اي حد بيبقى فاهم في فكره الخياطه. طيب